كانوا متوقعين وكانت هايب انه ينشهروا اكثر مثل فرقة بلاك بينك واسبا والتوني ون بمسرح غوتشيلا، لكن تفاجأوا بانه الفرقة انشلوا اكثر، تحولوا الى مسخرة على السوشيال ميديا، الى استهزاءات ومسبات وتنمر. و بصراحة مش عارف شو اسم الحلقة، فضيحة فرقة للسرافيم او النشاز باصوات فرقة للسرافيم او فرقة فتيات كورية ظهروا على مسرح غوتشيلا وجابوا ام العيد واللي كشفوا حقيقة اصواتهم المزيفة. Next. ولا الشعب يطالب بأن فرقة بلاك بينك هم الفرقة الوحيدة اللي يظهروا على مسرح غوتشيلا. اوكي، بعرف انه الموضوع هاد يا جماعة حرفيا جاب ام العيد وكره وتنمر وشرشحة وبهدلة لفرقة للسرافيم. بس اذا حابين تعرفوا كيف ليش مين، شاهدوا هاي الحلقة، بدي اتكلم عن كل شيء وافضح كل شيء بهاي الحلقة. لكن في البداية هسا ناقل عن يوهاسيو and welcome back everyone مع حلقة يمكن رح تكون الحلقة مستفزة جدا، بس إذا كنتوا فانز لفرقة للسرافيم أو توني ون أو بلاك بينك أو أسبا أو بيبي مونستر لازم تشاهدوا هاي الحلقة وهم بعد تنشروها. ما تنسوا لايك، ترى اللايك مجاني أقسم بالله، ونشر الفيديو وهم بعد الاشتراك بالقناة. وهسا نشوف التفاصيل حول فضيحة فرقة للسرافيم اللي صارت في حفل غوتشيلا. هلا بدي احكي من البداية، نرجع قبل شهر لما فرقة للسرافيم بلشوا يروجوا للحفل وبلشوا يعملوا تدريباتهم المكثفة. عندي سؤال صغير بالنسبة للطاقم العمل الموجودين مع فرقة للسرافيم، ما شاهدتوا بأنه عضوات الفرقة مش جاهزين أو غير مؤهلين يظهروا على مسرح غوتشيلا؟ هايب سورس ميوزك، وات از ذس، مش مضطرين ولكم بهدلتوا فرقة للسرافيم مش لهالدرجة هاي. اوكي هسا مش بس السوشيال ميديا اللي بهدلوا فرقة للسرافيم، حتى الاعلام والصحافة الكورية والعالمية اتكلموا عن فرقة للسرافيم وادائهم والنشاز اللي قدموه على الحفل بغوتشيلا. بس للعلم حفل غوتشيلا حفل لايف، ممنوع أي مطرب أو فرقة يعملوا ليبسين، يعني تزامن الشفاه، ممنوع منعاً باتاً. فلازم تكونوا أنتوا قد الحفل هاد، تظهروا لايف، تغنوا لايف بكل مساوئكم حسناتكم بكل شيء، يعني كل الأخطاء باللايف مش راح تنحذف، راح تضلها مخزنة بذاكرة المشاهدين. المهم أربع أكبر وكالات بكوريا هم هايب، SM، YG وهم بعد JYP. هلأ فرقة 21 هم كانوا أول فرقة كورية ظهروا على مسرح غوتشيلا وعندهم خبرة كثير كبيرة كونهم صار لهم 15 سنة في مجال الانترتينمنت. بعدهم ظهروا فرقة بلاك بينك مرتين، مش مرة مرتين، وحرفيا بلاك بينك كسروا المسرح بأداءات أسطورية. تحديدا آخر حفل قدموه بغوتشيلا قبل سنتين أو السنة الماضية أتوقع، لا قبل سنتين، كان حفل أسطوري بصراحة. شوفوا أنا هون YG بقول عن جد أبدعتوا مع فرقة بلاك بينك، اختاروا أروع الأغاني، حتى غيروا بإيقاعاتها، غيروا بكل شيء، عملوا شو خرافي على المسرح. يعني أنا قلت واو هاي أغنية كذا بلاك بينك، نو واي توتالي غيروها، عملوا عروض مذهلة وغنوا لايف الأربعة.
بعديها طلعوا فرقة أسبا كمان ما قصروا، قدموا أصوات خرافية، أداء خرافي، لكن مش مثل فرقة بلاك بينك. لكن الأسبوع الماضي ظهروا فرقة لسرافيم على مسرح غوتشيلا وكان الحفل حرفيا مخزي مقارنة بباقي الفرق والممثلين والمغنيين اللي كانوا على مسرح غوتشيلا. لا يعني احنا سمعنا كمية نشاز لما نشبعنا، يعني كل شخص سمع الحفل لايف قال لا نيكست نيكست اللي بعد، لا طفوا طفوا روحوهم ما شاء الله روحوهم يا جماعة. اوكي هاد بالنسبة لحفل غوتشيلا، هاد بالنسبة للفرق اللي ظهروا مع اسبا مع شو اسمه لسرافيم، سواء كانوا فرقة اسبا بلاك بينك 21 ما حداش حكى عنهم بطريقة سلبية. لكن لسرافيم ليش الكل قاعد عم بيهاجمهم؟ نرجع فلاش باك لورا، فرقة لسرافيم حتى الكوريين نفسهم بيعرفوا بأنهم ما بيعرفوش يغنوا لايف، لأنه الفرقة تم ترسيمها قبل سنتين، تخيلوا قبل سنتين، وبعد سنتين من ترسيمهم يظهروا على مسرح غوتشيلا. لا هون في علامة استفهام كبيرة، خلوا هذا الموضوع بعدين نحكي عنه، أنه كيف بعد سنتين ظهروا على مسرح غوتشيلا. 21 بعد 15 سنة ظهروا على مسرح غوتشيلا، بلاك بينك بعد 7 سنين على مسرح غوتشيلا، أسبا بعد 4 سنين على مسرح غوتشيلا، لسرافيم بعد سنتين على غوتشيلا. أول مرة وآخر مرة، خلص بعد هيك لغوهم كليا. هلا شوفوا أنا حزنان عليهم، هم يقدموا أفضل ما عندهم، لكن هاد هو أفضل ما عندهم. المشكلة مش فيهم، المشكلة باللي اختارهم، اللي اختاروهم. يعني أنا لو كنت موجود مع طاقم العمل كان قلت لهم نو نو لسرافيم اوت، انتو لازم تظهروا بأي برامج فيها تزامن شفاه، بس لايف بلا فضايح روحوا روحوا اطبخوا اجلوا نطفوا كنسوا اي شيء اي شيء، لكن تغنوا لايف نو على مسرح غوتشيلا نو نو حرفيا نو. هذا اللي صار معهم، ما حداش من وكالة هايب او سورس ميوزك وقفهم. وسمعنا اشياء، اسمعوا 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 عشان تحكموا انتوا وتشوفوا ليش الناس هاجمت فرقة للسرافيم وتنمروا عليهم وكرهوهم وتمسخروا عليهم واستهزأوا كثير فيهم. بس يا جماعة حرام، هاد افضل ما عندهم، هم هيك الفرقة، يعني ما ضحكوا على الكل، هم طلعوا لايف بكل جرأة بكل صراحة وقدموا أفضل ما عندهم هيك. خلاص ستوب ستوب مشان الله، كافي كافي معود. أوكي خلاص كافي كافي. مهم قبل تقريبا شهرين خبرتكم بانه اكو رابر كوري وهو المغني اون، اتوقع اسمه اون، اتمنى ما اكون جبت ام العيد، نشر على حسابه فيديو وصرح واكد بانه فرقة لسرافيم ما بيعرفوا يغنوا لايف. من بعد تصريحه الجريء هاد فانزات فرقة لسرافيم فاتوا عنده هاجموا وسبوا، لكن هو قال أنا شفتهم ما بيعرفوا يغنوا لايف. هلأ أنا قلت يمكن شوي هو قاعد بيهاجمهم أو ببالغ يعني، بس أنا شفت البنات بيغنوا طريقة حلوة، لكن كله تزامن شفاه كله. لكن لما شفت الشيء اللي هو شافه اللي قيم انه فرقة لسرافيم ما بيعرفوا يغنوا، قلت اوكي لا واضح انه ما بيعرفوا يغنوا لايف. لما حصلوا على المركز الاول باخر عودة لهم، وكان بنهاية الحفل في احد البرامج الموسيقية اتوقع انكي جايو او ناسي شو اسم برنامج بصراحة، فبعد ما تم تكريمهم انهم حصلوا على المركز الاول لازم بالنهاية يغنوا، قدوها رقص ضحك، ولما نغنوا نشاز 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 نشاز، لا بدهم تشبعوا نشاز للصبح نشاز. قلت بجوز البنات كانوا تعبانين رقصوا وأدوا أداء خرافي لكن بالنهاية تعبوا، أعطيت مليون عذر. لكن بحفل غوتشيلا البنات اتدربوا،
البنات جاهزين جسديا نفسيا صوتيا كل شيء. شفنا تدريباتهم، شفنا مليون ستوري، مليون ريل، مليون فيديو. ضل 10 أيام، 5 4 3 2 1، تدريبات مكثفة. تدريبات يا جماعة هائلة جدا. آخر شيء إيش هاد؟ مين اللي كان بدربهم؟ بس سؤال. هايب. شوفوا، ما بلوم فرقة لسرافيم، أنا اللي سمعته أفضل ما عندهم، لكن أنا بلوم الشخص اللي كان قاعد عم بدربهم، اللي ضحك عليهم، اللي سمع النشاز وقالهم يا برافو اطلعوا لايف، أنتوا هسا جاهزين. ألطم ولا ألطم؟ كيف جاهزين؟ كيف جاهزين؟ أنا مش فاهم. أنت أو الأشخاص اللي عم بيشتغلوا مع فرقة لسرافيم ما سمعوا النشاز؟ ما حسوا إنه الفرقة لسه مش جاهزين؟ سنتين بعد سنتين على حفل جوتشيلا يظهروا؟ واضح إنه في واسطة قوية جدا. ليه؟ لأنه فرقة 21 وبلاك بينك من وكالة YG، من أكبر 4 وكالات بكوريا، وفرقة أسبا من وكالة SM. طيب هايب قالوا لا، إحنا السنة هاي بدنا نحط فرقة من عنا يطلعوا على حفل جوتشيلا. دور دور هايب، طبعا سورس ميوزك قاعدين بدوروا الكل مين اوكي لسرافيم. اختاروا فرقة لسرافيم، يعني مين بدهم يختاروا؟ نيو جينز؟ ما صار لهم سنة، تخيلوا كيف. او اي فرقة، مين بدهم يختاروا؟ فيش عندهم بي تي اس بالجيش. المهم طبعا يا تختاروا فرقة 17 ولا ان هايب. لسه 17 كانوا ولعوا المسرح. انا سمعت فرقة 17 لايف، او ماي جاد او ماي جاد. على فكره كانوا فرقه 80s مع فرقه لسرافيم، قدموا اداء خرافي، غنوا لايف خرافي، لكن انظلموا ولاقوا انتقادات من البعض، لانه مش لانه اصواتهم نشاز، نو لانه كان صوت الجمهور اعلى من صوت فرقه 80s، وكان صوت الموسيقى اعلى من صوت الايدولز. فعشان هيك الكل لاحظ انه في شيء غلط. يا الغلط انه صوت الايدولز فرقه 80s كان كثير منخفض مقارنه بالضجه اللي على المسرح. بصراحه ما بلومهم، وهم بعد الموسيقى كانت كلش عاليه، فهاي كانت مشكله كبيره واجهوها فرقه 80s. لكن نرجع لفرقه لسرافيم، فوكاله هايب قالوا يا نختار فرقه لسرافيم، وهم كانوا شايفين انه الفرقه مؤهله تظهر لايف على مسرح جوتشيلا، مسرح ضخم وعملاق وكبير مثل جوتشيلا. انتوا لو تشوفوا المغنيين اللي كانوا قبل لسرافيم وبعد لسرافيم رح تلطموا، تقولوا ايش هاد، ايش المسخر اللي كانوا على حرفي. هلا شوفوا، مش كل اغانيهم نشاز. لا نشازوا كثير، صعب اني ابرر، صعب اني ادافع. لا نشازوا كثير، كثير نشزوا. لا عن جد حرام حرام حرام. هلا هون الكل بلش يقارن بين اداء فرقة لسيرافيم لايف اللي تم ترسيمهم قبل سنتين، وبين فرقة بيبي مونستر اللي تم ترسيمهم قبل كم شهر. حرفيا فرقة بيبي مونستر سمعتهم لايف احلى بكثير من التسجيل، اصواتهم لايف اسطورية. واتذكروا كلامي بعد كم سنة قديش وصلوا فرقة بلاك بينك لشهرة عالمية، فرقة بيبي مونستر بعد كم سنة ضرب 10. اتذكروا كلامي، ضرب 10 شهرة فرقة بلاك بينك، لأنه أصوات أداءات مواهب لا، عبارة عن قنابل مؤقتة. حرفيا أنا اللي شفته واللي عم بشوفه من فرقة بيبي مونستر بقول واو، بس كم شهر عم بيطلع منهم هيك؟ كيف لما ياخذوا خبره واكسبيرينس كبيره لقدام رح يكسروا ام الدنيا حرفيا. فاحنا شفنا فرقه بيبي مونستر ولسرافيم، وات از ذس، يعني فيش مقارنه ابدا. لما تجيب ام كلثوم وهيث وهبي تقول مين الافضل؟ ليه؟ اكيد ليه. فهون طبعا الكل قال لانه يا يجب ان فرقه بلاك بينك يكونوا بس هم على مسرح جوتشيلا،
او بالاحرى كانوا كاتبين رجاء ما تجيبوا غير بس بلاك بينك على مسرح غوتشيلا لانه لسرافيم فضحونا. هلا شوفوا لا فضحونا خلاص صعب اني ابرر. هايب سورس ميوزك انا لو مكانكم بروح كل شخص كان موجود مع فرقة لسرافيم اللي زقف لهم او كل شخص اشتغل بالواسطة ليدخل فرقة لسرافيم. كانوا متوقعين وكالة هايب انه ينشهروا اكثر مثل فرقة بلاك بينك واسبا وتوني وان بمسرح غوتشيلا، لكن تفاجأوا بأنه الفرقة انشلوا أكثر، تحولوا إلى مسخرة على السوشيال ميديا، إلى استهزاءات ومسبات وتنمر و يعني بصراحة لا، يعني هاي سنة 2024 هيك مسخرة السوشيال ميديا للسيرافيم بالشي اللي قدموه على غوتشيلا. والسبب هايب وسورس ميوزك والأشخاص اللي كانوا موجودين مع فرقة السرافم اللي زقفوا لهم. حرام البنات بيستاهلوش كل هذا الظلم. برجع بكرر المرة المليون هم يقدموا أفضل ما عندهم، لكن الواسطة واضح مفعولها بس على شو؟ واسطة من غير مواهب ادفن حالك، اعمل حالك ميت فورا فورا. هلا شفنا احنا الهجوم اللي عم بيواجهوه عضوات فرقة السرافيم على حساباتهم على الانستغرام بصراحة ما بيستاهلوا. انا هون بلوم الكاريين، لا انتوا هيك زودتوها لما تفوتوا على حساباتهم وتسبوهم وتتنمروا عليهم وتهاجموهم. لا انا هون بقول لكم ستوب. البنات هيك هم ستايلهم، هيك هي قدراتهم، هيك هي مواهبهم، والبنات وافقوا يطلعوا اللايف بناء على ضعف اصواتهم. يعني ما ضحكوا عليكم، ما غنوا بلاي باك زي منشفاه، رغم ان هم ضعاف لكن اتدربوا، لكن هاد مستواهم. That's it. ليش عم تنتقدوهم؟ هاد هو مستواهم وهي الحقيقة. ليش مستغربين؟ مش واسطة بشرفكم، مش واسطة بدكم تنتقدوني تسبوني تهجموني. يقول هاش ولا كلمة ولا كلمة. ترى روحوا اكتبوا للسرافيم على التيك توك وشاهدوا كل الصفحات مسحين الارض ومسخرة على فرقة السرافيم. اليوتيوب مليان يوتيوبرز عرب واجانب تيجوا عندي عشان بحكي الحقيقة تتنمروا علي وتسبوا. لا ولا بسمح لكم، مش اسكتي وانطمي، اقعدي وشاهدي واسمع الحقيقة. هذا الواقع، مش عم بجيب الكلام من عند بيت امي. هذا الواقع. بان طلعوا نشزوا وروحوا. That's it. ليش نزقف لهم؟ ليش اقول واو اصوات نو نشاز خلص. يا ربون see you next video. اكو نشرة هتنزل قريبا ان شاء الله بها اخبار دمار شامل. طب كيف نساوي؟ ما تنسوا لايك اشتراك وهم بعد نشر النشرة على السوشيال ميديا. يا ربون see you next video. انيو باي. Thank you.